بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا لكل الناس اللي شغاله في مجال النقل الذكي، سواء اوبر، كريم، اندرايفر، ديدي، اي شركه من شركات النقل الذكي، وهو موضوع الشكاوى. ازاي لو حصلت معاك مشكله في رحله او في اي حاجه تقدر تعمل شكوى؟ انا هبتدي لكم النهارده باوبر، عشان اوبر ليها طريقتين ان انت تعمل شكوى. اول حاجه، انت عندك ابلكيشن اوبر اهو مفتوح، بتدوس على الثلاث شرط اللي على اليمين فوق، بتجي لك الصفحه دي، بتنزل تحت عند كلمه مساعده. بعد ما تدوس على كلمة مساعدة بتدوس اللي هو ايه المساعدة. عندك كذا حاجة، المساعدة بشأن احد الرحلات، مشاكل الحساب، التطبيق، الارباح، مش عارف ايه، كل الحاجات دي، حجز الميعاد، وتلاقي خلاص موضوع حجز الميعاد، انت بقيت تروح المكتب من غير حجز ميعاد ولا اي حاجة. مثلا المشكلة في احد الرحلات، فبتخش فهو بيقول لك اختار رحلة، ورينا الرحلة اللي انت فيها المشكلة، بتخش عليها وبعد كده بتكتب اللي انت عاوزه. طب الطريقة التانية ازاي؟ بترجع كده وبتجيب عندك اخر رحلة، ادي عندك بتبقى على الشمال كده، بتبقى عندك دي كده النقط وكده، وبعد كده بتجيب كده الفلوس اللي اشتغلت بيها، بعد كده بتجيب اخر رحله، بعد كده بتدوس على اطلاع الملخص، ملخص الدخل. بعد كده مثلا هنقول الرحله دي، بنجيب الرحله دي وندوس عليها كده، تبدا تحمل. بعد كده بتيجي عندك علامه استفهام فوق على الشمال، بتدوس عليها كده، بيدخلك اوتوماتيك على المساعده اللي احنا كنا عليها دلوقتي. ده بالنسبه لاوبر، ده اول حاجه اوبر كده. انا كنت جايب لك اوبر في الاول عشان اقول لك ان في مشكله كانت حاصله عندي من كام يوم، كانت جايه لي رحله من مدينتي، ورحت ايه موديها لغايه التجمع هنا. الرحله دي كانت جايه لي بحوالي 112 جنيه عشان العميله كانت حاطه نقطه تقاقف جوه مدينتي ان هي تشتري حاجه وبعد كده جايه على التجمع هنا. فالمهم انا خدت الرحله تمام، ورحنا لغايه اول نقطه كانت رايحه تشتري حاجه من محل جنبها، اشترت الحاجة وركبت معايا، كملنا الاوردر، والاوردر كان فيزا. فبعد كده خلصت الاوردر، لقيت ان الرحلة مصفيالي حوالي 95 جنيه. يا جدعان ازاي؟ انت كنت مديني حوالي 112 جنيه. رحت باعت رسالة للشركة، دي الرسالة اللي انا بعتها، بقول لهم الحساب كان جاي لي حوالي 102 جنيه، كانت 102 مش 112، صافي. بعد كده بعد ما خلصت الرحلة ببص لقيت يعني المشوار كان حوالي حاجه و30 كيلو، 32 كيلو، حاجه زي كده، من المشوار الاول للمشوار الثاني بكل ده. فبيقول لي، قلت له ايه، ازاي الحساب وصل 101 و62 قرش؟ فكده في اختلاف. فراحوا ردين عليا بيقولوا لي ايه، يعني كانوا كاتبين لي في الاوردر، بس انا نسيت اصور الاوردر لما اتحسب ب 91 جنيه، كان جايب لي ان هو خلاص كده اتثبت عشان العميل لغى النقطه الاولانيه. رحت انا بعت له، قلت له العميل ما لغاش حاجه، ومن الاحسن ان انتوا تحاولوا تعدلوا الرحله دي وتشوفوها صح وتقدروها صح، عشان خاطر انا كده الابلكيشن كده ابلكيشن سيء، وانا مش هستعمل الابلكيشن تاني، ومش عارف ايه، وانتوا بقيتوا خدمه عملاء مش كويسه. واديتهم كلمتين جامدين كده في جنابهم زي ما انا كاتب. بعدها على طول الحمد لله، يعني بعدها بحوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، راح جاني الرساله دي. بصراحة أنا اتبسطت، إن بص بيقول لي راجعنا هذه الرحلة وأجرينا تعديلات على قيمة الأجرة اللي تصبح 164 جنيه على العميل. فالمهم يعني لقيت الاوردر بعد كده جاي لي كام؟ جاي لي حوالي 100 حاجه و20 جنيه. ده حاجه عظيمه قوي، يعني هم ما كانوش واخدين بالهم ان العميل ما غيرش اللوكيشن. فالمهم يعني حصلت مشكله في الحوار ده. فبص الرحله جايه لي بكام؟ الرحله دلوقتي جات لي بعد التعديل 123 جنيه و33 قرش. يعني ده نصب ولا غباء ولا السيستم اتعطل ولا ايه بالظبط؟ بيقول لي ان هو يعني كانوا كاتبين لي في الرحله، بس انا نسيت اخد سكرين شوت منها، ان الحساب اتغير والعميل غير نقطه وكده. قلت لهم لا، العميل ما غيرش حاجه. فراحت الرحله اتعدت بقت 123 جنيه ونص من غير الكارته طبعا. فدي حاجه كويسه جدا، ولو لقيت اي غلطه او اي حاجه، او مثلا جالك في الاول حساب وبعد كده جالك حساب تاني، فحاول تشتكي، عشان ده كده بيبقى فيه تهنيجه من السيستم او اي مشكله. واوبر زي ما انتم عارفين اليومين دول فيه مشاكل في النسبه والحوارات والكلام ده كله، واتكلمنا على الكلام ده كتير. فانا حبيت بس اقول لك تعمل شكوى ازاي، وانا عملت شكوى وحصل ايه فيها. بس بعد كده نخش بقى على الابلكيشن اللي بعده، اللي الناس يعني قرفانه منه، بس بردك المفروض نعمل فيه شكاوي وكده. ابلكيشن ان درايفر. درايفر في الاول معروف ان انت كنت بتخش على الثلاث شرط اللي على اليمين فوق، وبعد كده تجيب كلمه اللي هي الدعم، وبتخش على الدعم بيتواصل معاك حد ويرد عليك زي الواتساب بالظبط. دلوقتي برضك نفس الكلام، بتدوس على الثلاث شرط اللي على اليمين فوق، بعد كده بتنزل على كلمه الاسئله الشائعه، بتخش على الاسئله الشائعه دي، وبعد كده بتدوس على ايه، دردشه الدعم الفني، بتخش عليها، بتحمل شويه. بعد كده لازم تحط الطلبات دي. اول حاجه بيقول لك اختار الخدمه، يعني الخدمه اللي انت عاوزها، الرحله دي رحلات مدينه ولا ايه، بيقول لك رحلات المدينه ولا سفر، دوست رحلات المدينه. بعد كده تاني واحده بتدوس عليها، راكب ولا سائق، طبعا سائق. بعد كده بيقول لك ايه، اشرح المشكله. فانا كتبت له مشكله داخل الرحله او مشكله في الرحله بس،
عشان هو يفتح لي الصفحة ان انا اقدر اتكلم مع بتوع الدعم. هم صعبوها قوي الاول، كان على طول بتخش على الدعم وتدوس وتتكلم وخلاص. بعد كده عشان كل الفيلم الهندي ده عشان يجيب لك الصفحة دي تقدر تتكلم مع حد من الدعم ده ان درايفر. يعني الموضوع بقى رخم قوي. بص الاول كان بيدخلك على الصفحة دي على طول. وخلينا بردك نكون واضحين، ان درايفر مهما حصلت فيك اي مشكلة حاولت تتواصل معاهم ما بتحلوش اي حاجة، ولا بيرجعوا لك فلوس ولا البتنجان ولا اي حاجة. يعني خدمة دعم ان درايفر حاليا، الاول كان لها كانت فعالة جدا، دلوقتي ما يعني ما تحاولش تتواصل معاهم الا للشديد الاول لما يكون في مشكلة كبيرة بجد. بس ده بالنسبة لان درايفر. نخش على الباشا اللي بعد كده، الحاج ديدي. الحاج ديدي الموضوع ابسط شوية من ان درايفر. عندك الصورة بتاعتك على اليمين فوق بتدوس عليها، بعد كده بتنزل على مركز المساعدة اللي هو ده، بتدوس عليه بيجي لك بقى الحاجات دي كلها. بص كده بيحمل شوية، بعد كده بيجي لك كل الحاجات، دعم السلامة، عنصر مفقود من الراكب، مش عارف ايه، احنا عاوزين نعمل شكوى، فبنعمل ايه، دعم الرحلات، فبتروح دايس على دعم الرحلات بيجي لك كل القائمة دي كلها. كل ده لو فتحته مش هيجيب لك اي حاجة. اكتر حاجة بتجيب لك اللي هي بتاعت ايه، تقديم الباقي عبر التطبيق، وكيف عمل خرائط اللي هي بتاعت الخرائط دي. بتجي لك الصفحه دي بيشرح لك الكلام ده، بتدوس لا ان انا يعني ما استفدتش حاجه من الكلام ده، بيفتح لك الصفحه بقى ان انت تكتب، بيقول لك اقل حاجه 9 حروف، فانت بتكتب براحتك بقى في الايقونه دي، يا اما بتاعت الخرائط دي اللي هي تحت دي بتدوس عليها بيجي لك نفس الكلام، بتدوس عليها لا بيجيب لك بردك يفتح لك صفحه. الا بقى موضوع ايه اللي هو شيء مفقود ده، بتدوس عليها بيجيب لك كذا حاجه، بعمل نسي ايه او منسيش ايه او موبايل او مش موبايل او الكلام ده، او صور لي الحاجه بيقول لك صور الكلام ده. هو بص تقرير وتصور الحاجه وكل حاجه. المهم ده بالنسبه لديدي بردك على السريع كده. بعد كده نخش على كريم. كريم مسهل الموضوع شويه اكتر من الشركات التانية. كريم عنده رقم خدمه، الرقم ده بتتصل بيه من رقم تليفونك اللي انت مسجل بيه على الابلكيشن، بيتواصل معاك على طول ما انت معاك رحله، معاكش رحله مش هيرد عليك. ده بالنسبه لاول حاجه الاتصال. تاني حاجه بتخش على الشرط اللي على اليمين فوق دول، بعد كده بتجيب بوابه الكابتن، بتدوس على بوابه الكابتن بيفتح لك الصفحه دي. الصفحه دي فيها ايه؟ فيها الرحلات بتاعتك، بتروح جاي على اي رحله من الرحلات بتاعتك، اي رحله هنخش مثلا على الرحله دي بندوس عليها، اول ما بتدوس على الرحله بيروح جايب لك ايه؟ جايب لك الصفحه دي تفاصيل الرحله بقى. بتنزل تحت خالص، سيب ده كله، تنزل تحت خالص بتيجي على قم بحل الخلاف، بتدوس عليه ده بقى بيجيب لك بص الحاجات دي كلها، ان انت عندك مشكله فين بالظبط، او لو انت مش عاجبك الحاجات دي كلها بتروح دايس على ايه هنا هو، وكاتب المشكله اللي انت عاوزها. وفي حاجه تانية ان انت ممكن تدوس على علامه الفويس دي وتسجل الفويس بصوتك. ده بالنسبه لكريم وكل الشركات، اي حد عنده اي مشكله يبعت شكاوى بالطريق اللي احنا عملناه ده، عشان خاطر في ناس كتير بعتت لي مش عارف يعمل شكوى، مش عارف مثلا في اوبر، مش عارف في ديدي، مش عارف هنا. فانا حبيت اعمل الفيديو ده كده شرح سريع ازاي تعمل شكوى في اي شركه عشان يرجع لك حقك، وما تسكتش على حقك واعمل شكوى، مش هتضرك في اي حاجه، يمكن ترجع لك حقك بس. واهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واهم حاجه قبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، واي حد عنده اي حاجه يبعتها لنا، وان شاء الله خير ومع بعض ان شاء الله.